فقدان المصور الصحفي والزميل العزيز سي سحيمي يعني كان خساره كبيره لينا في وكاله المغرب العربي للانباء لكاع الزملاء ديالو والناس اللي عايشوه عن قرب يعني خاصه الخصال ولا المهنيه ولا الانسانيه الكبيره وبشكل خاص انا لاني كنت تقريبا اخر زميل في المداومه الاخيره ديال الاحتفالات في ذكرى فاتح ماي كان حاضر كالعاده حسن لا يتردد كان حاضر بالصور ديالو بالأداء العمل ديالو على اكمل وجه وكينسحب بهدوء بهدوء وبدون يعني الكلمات لا تسعف في حقيقه في مواقف بحال هذه صدمنا كثيرا لهذه الجريمه النكراء اللي طالت يعني صحفي من القيدومين ومن الاكفاء واللي مشى بطريقه زعما مفجعه كنتمنوا انه العداله تاخذ المجرى ديالها وهذا هاد المقصري في هذا العمل الدنيء والجبان ينالوا الجزاء ديالهم وعزائنا في الفقيد ويعني عزاء ماشي ديال هو الصحفيين المغاربه كان يعني قاطبه سواء المصورين وكنتمناو اللي ان شاء الله يكون مثواه الجنه والمغفره والثواب والاسره ديالو المكلومه وخاصه الاخت ديالو اللي تاثرت بشكل كبير نتمنى لهم الصبر والسلوان وكما قلت يعني العداله تاخذ المجرى ديالها احقاقا للحق وانصافا للصحفي اللي ندار حياته للعمل المهني بكل اخلاص وجديه وانا لله وانا اليه راجعون.